يتعرض لموقف ان حد قريب منه او حد من افراد عيلته يتعرض للادمان. ازاي ممكن نتعامل مع موقف زي ده وازاي ممكن نساعد الشخص ده؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع دكتور مصطفى النحاس. خليكم معانا. دكتور مصطفى ازاي؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ اخباري وحشه. شكلك زعلانه النهارده جدا. حزينه في قلبي، في حزن كتير. ليه بس؟ حد قريب مني شك ان هو مدمن او اعترف لي ان هو تعاطى المخدر يوما. تمام. انا شك ان هو بقى مدمن، مش عارف اعمل ايه. طب هل انا شفت عليه اي علامات؟ يعني شفت منه اي حاجه ضايقتني او حصل بيني وبينه مشاكل؟ انا كنت شاكه وبعدين قلت بيعمل دايت. اوكي. إيه خسينا شويه. تمام. اتعصبنا. اوكي. قلت عشان السكر نقص. تمام. وبعدين في تحت عينينا سواد شبه كده شويه. تمام. قلنا ما بنمشي كويس من الحب. تمام. شريك الحياه وكده. بعدين هو قال لي في خناقه كده انه بسبب الاحباط والخناقات والمضايقات وبتاع، فانا خدت حاجه هاش. صح بقول؟ هاش. صح جدا. تمام. اللي هو الحشيش بالظبط. هو الحشيش. هو الحشيش. فانا شاكه ان هي مش مره واحده، وهل المره دي ممكن تتكرر تاني ولا لا؟ اعمل ايه؟ الحقيقه ان في فرق ما بين شخص يوزر، يعني شخص بيستخدم المخدرات يعني بياخدها اوكيجن، اللي بياخدها في مناسبه في تجمع او حاجه، وشخص مدمن اللي هو الابيوزر او الادكت. شخص الادكت هو بياخد المخدر كل يوم بجرعات متزايده وما يقدرش يعدي يوم من غير المخدر. حقدر اعرف ده من خلال سلوكه في المقام الاول اللي سحتك حكيتي فيه ده. الحاجات اللي حكيتيها تبدو جدا ان الراجل عنده مشكله مع المخدرات، الوزن اللي نقص، الجسم اللي فيه شكله اختلف، انه غالبا بنلاقيه بيلبس طول الوقت بكم لو هو بياخد مثلا حاجه، فبيداري دايما الخدوش اللي في ايديه او بيداري ابدا، او ان التحليقه اللي في عينيه بيكون ده عشان يداري ايديه ما تيجي مثلا انجكشن او حاجه بياخدها فبيداري دايما ده، او التحليقه اللي تحت العين بتبقى باينه جدا، او ان سلوكه اختلف انه بيتعصب على اسباب تافهه جدا، او انه مش معانا في اي حاجه، عنده لا مبالاه شديده لاي مشكله وما بيواجهش اي حاجه. غالبا ده شايل دماغه. بس ده كده رجاله كتير جدا بتقولوا كله شايل دماغه، مش شايل دماغي وهو مهتم بالمشاكل. جميل. هو اللي مش مهتم بالمشاكل لحدود، لو الموضوع زاد جدا يبقى في مشكله حقيقيه محتاجه ان احنا ننور عندها لمبه حمراء. الادمان او مشكله المخدرات بتخلي الشخص عنده اضطراب في السلوك. بيبدا مرض الادمان من الطفوله، من ايام ما كان في المدرسه وهو عنده استعداد للادمان، ولكن ما بداش ادمان مخدرات غير وهو كبير. كان نفسه وهو صغير يعني؟ وهو صغير كان عنده سلوكيات ادمانيه، لان الادمان مش تصرف، الادمان سلوك. يعني قبل سلوكيات ادمانيه. سلوكيات ادمانيه زي مثلا الاندفاعيه الشديده، ان هو بيتصرف كتير من غير ما يفكر، او ان هو عنده عصبيه شديده، او ان هو بيحب الريسك جدا، بيحب المخاطره، مغامره، بيحب المغامره، وبيحب دايما يكون مختلف عن الشباب اللي في العيله اللي في جيله، او يبقى مثلا وسط الجيران هو دايما الولد اللي عنده مشاكل وعنده خناقات ودايما ظاهر، فبيحب الشاب الروش اللي هو بزياده جدا، ده هو اللي عرضه ان هو يدخل في سكه المخدرات. منين احنا واصلين لانهي مدى والريسك عليا قد ايه؟ يعني انا بتعامل مع الشخص ده. حلو. بدايه طريقنا معاه بالمكاشفه، يعني احنا محتاجين نتصارح، نتكلم مع بعض، نواجهه باللي احنا شايفينه، ولكن مش نواجهه علشان نحسسه ان احنا بنحاسبه او ان احنا عايزين نضايقه ولا حاجه من دي. احنا عايزين نستوعب، لان قد يكون الموضوع احيانا بقى شك عند الاسره بس، ونكتشف ان مفيش مشكله. وفي اهالي كتير في سن المراهقه بتزق اولادها من كتر ما الام خايفه على ابنها، بتزقه انه يشرب سجاير وانه ياخد حشيش من كتر ما هي خايفه عليه. تفضل تساله طب عملت ايه، طب رحت فين، طب شفت حاجه ولا لا. انا فقدان بالظبط كده، فقدان الثقه الشديد ده بيخليه يروح يدور هو ايه اللي هما خايفين منه قوي كده. انا عايز اجرب ايه الموضوع. طبعا. هل انا دوري ان انا اساعده؟ يعني احتك بيه ازاي بمينيمم ريسك، واساعده ازاي المفروض اساعده ولا لا؟ انا دوري ان انا اساعده لو اقدر اساعده، لو اقدر اقدم المساعده. يعني انا هدفي ان انا مش اعالجه، ان انا اوجهه للعلاج. فانا محتاج استوعب ان في فرق ما بين النداء الكاذب للتبطيل والنداء الحقيقي. انا لما بقول لحد يساعدني مش بتشرط عليه ساعدني ازاي، بقول له من فضلك شوف لي طريق ساعدني بيه. بس طول ما انا شايف ان هو بيتشرط، يعني بيقول لي اعمل لي كذا وما تعمليش كذا، معناه ان هو مش عايز يبطل. طول ما هو بيقول ان انتوا الغلطانين مش انا الغلطان، وبيدي مبررات وحجج مش حقيقيه، زي ان انتوا عندكم مشاكل معايا، ان انتوا بتاذوني، ان ما عنديش فلوس، دي كلها مبررات وحجج مش حقيقيه، فالراجل ده مش عايز يبطل. بيكون عايز يبطل لما يعترف اني مسؤول عن خطئي ومحتاج للمساعده. وده لازم انا اللي اوصله ليه ولا اسيبه؟ ممكن يوصله بس يكون خلاص بينتهي. ما هو ممكن يوصله لما بينتهي، وممكن اوصله لده بدري شويه. يعني ايه؟ يعني انا عارف ان الكهرباء دي لو رحت ناحيتها هتكهرب، هتاذي. فانا مش لازم اروح لحد هناك عشان اتاذي. بس الراجل المدمن دايما عنده صوت بيقول له روح جرب بنفسك، اللي هم بيقولوا ده مش صح، انت مختلف.
انا اتعامل معاه في حدود ايه؟ يعني هل ابقى بدلعه جدا وبطبطب عليه وبسيبه ولا كاني شايفاه؟ تجاهله تماما. اتجاهل تماما. هو الحقيقه مع حضرتك جدا انه وارد يعدي علينا فترات الراجل ده مش عايز يبطل. وممكن نعيش في بيت واحد لسنين وهو بيروح ينتكس ويرجع وهكذا ومش ناوي يبطل. فانا محتاج استوعب بس ان التدليل الزياده اللي بيحصل من امهات كتير ده بيفسد الامر وبيزوده. ان هو بيزعق فعشان ما يزعقش اديله فلوس. وبتخبي على الناس كلها ان ابنها هي مش عارفه توصل ابنها برضو. طبعا يعني خايفه من ده. طبعا فما بتقولش لحد. فبتدي تخبي وكمان بتساعده على ده، ما بتساعده على ده بفلوس وبتساعده على ده انها بتقعد تخبي وبتساعده على ان هو لو قال لها اي حاجه بتقتنع بالكذبه اللي هو بيقولها عشان هي عايزه ما تعملش مشاكل. مش عايزه يحصل زياده غلط. فالتدليل الزياده ممنوع تماما. اوكي. رقم 2 الاذى الزياده ان انا كنت طول الوقت بشك فيه وطول الوقت موريله ان انا بشك فيه. انا هدفي ان انا اضيق عليه الخناق يعني احسسه ان ده سلوك غير مقبول. بس انت كبني ادم هتفضل مقبول يعني مهما كنت سيء فانت ابني فانا هفضل قبلك كبني ادم بس رافض سلوكك يعني تمام هتعامل معاه عادي جدا ولكن مش هديله اي مساحات للاكسترا مايل للحدود الزياده يعني مش هديله فلوس زياده مش هسمح له نتعامل في ممتلكاتي الشخصيه باي تحكم مش هسيبها له متاحه في اي وقت من الاوقات ما سيبش معاه اطفال ما سيبش معاه حاجه فيها ريسك عشان ابقى فاهمه ومدركه ان وقت الادمان النشط وارد جدا يتصرف تصرفات غير مسؤوله وغير واعيه. ما هو المخدر بيمر في الجسم بمراحل. الادمان عموما بيبدا الاول بمرحله شهر العسل الهاني مون بتاع الادمان اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الفتره اللي في الاول اللي بشرب فيها مخدرات وما عنديش مشكله صحيه. بتبسط بيها ببقى هاي وبتبسط وبنسكم وهكذا. وهي ما بتضرش في الاول؟ وما بتضرنيش في الاول، بتضر طبعا ولكن اقصد اقول ان هو ما بداش يخسر. يعني ما بقاش مرحله الخسائر الشديده مش لامس الضرر بالظبط بعد شويه لما بيوصل للخسائر المخدرات ما بقاش فيها اي متعه هو بياخدها وعمال يعلي في الدوز عشان حاجه واحده عشان يعرف يقوم ويتحرك ويوصل للانبساط اللي وصل له زمان في الاول ما بدا ادمانه ومش بيعرف يوصل ابدا هو بيفضل في استراجل كده هو طب ما هو كده بينقم على قصه ومفروض يبقى عايز يبطل من نفسه ما هو عشان كده كل يوم قبل ما بينام لما بيوصل لمرحله ان هو خلاص بقى داخل في مخدرات بشده كل يوم قبل ما ينام بيفكر في ان بكره هبطل وبيبقى واخد القرار ان بكره اخر يوم بس يصحى الصبح ما يقدرش يعمل ده تعيس مدمن تعيس اثناء ادمانه النشط بيبقى عنده تعاسه شديده امال فين الهوب هاي والحاجات اللي بنشوفها في الافلام وبتاع وبعدها نبقى مهيصين وفين الهيصه بقى اللي هو بيدور عليها دي هو الاستمتاع الكاذب هو طول الوقت بيدور على ايه بيدور على المتعه فالمتعه دي هو مش عارف يلاقيها فطول الوقت بيسكن الاصوات والالم اللي جواه باحساس غير حقيقي في الم بيبقى طبعا جسدي في الم شديد في الم جسدي مع اعراض الانسحاب الجسديه وفي الم نفسي شديد مع الادمان بنشوف بنات كتير فكرتهم الاساسيه في خطيبها ان هو بيبقى كويس علشاني ان هو بيبطل علشاني وانا معاه بقى احسن هو بيحبني بس هو علشان بيحبني محتاج يحب نفسه الاول اللي مش عارف يحب نفسه ما بيعرفش يحب حد يعني اي واحده خطيبها جوزها مدمن او لازم. يعني انا لما في الكيس دي مثلا كده ابقى متاكده هو مش بيحبني اتليست دلوقتي هنا ودلوقتي هو مش عارف هو متكعبل في مشاعره فمش عارف يحبني اصلا واكبر دليل على ذلك ان لما بيبطل مشاعره بتبتدي تتغير فيبتدي يشوف الامور اللي حواليه بشكل مختلف عندنا معتقد ان الحشيش مش ادمان وده معتقد للاسف الشديد معتقد ضار جدا الحشيش ما فيهوش اعراض جسديه يعني ما فيهوش اعراض انسحاب جسديه بس في اعراض انسحاب نفسيه شديده هو مش مضر جسديا يعني هو مضر جسديا جدا الحشيش بيزود التركيز يعني خليني اركز اعلى ولكن بيقلل جدا رده الفعل يعني لو انا سايق هبقى مركز جدا هشوف العربيه اللي قدامي بس مش هدوش فرامل فحلبس فيه هو العربيه جايه هي بس مش بستجيب الحشيش هو اكتر مخدر بيأثر على المخ اكتر مخدر بيسبب اعراض زي البانيك زي التوتر زي القلق وبيسبب سايكوزس بيسبب ذهان يعني يوصل لي مرض شبه الفصام ان انا يبقى عندي حكم خاطئ على الامور يبقى عندي ضلالات فافضل مكمل حياتي كلها في مستشفى عقليه لاني شربت حشيش والموضوع مش مرتبط ابدا بفتره يعني ممكن اشرب حشيش مره اتنين واوصل لده يعني في امل انه شخص يرجع طبيعي تاني يعني هو في امل ان لو اقنعناه وتعالج يرجع طبيعي تاني هو الحقيقه لما بيرجع افضل من الطبيعي في فرق شديد ما بين الراجل المدمن النشط والمدمن المتعافي المدمن النشط ده راجل عايش حياه مش عايز يشوف فيها حاجه مش عايز يطلع منها عمال يلف في دوائر انما الراجل المدمن المتعافي ده راجل واعي بنفسه تماما قدر يشتغل على حاجات الشخص العادي مش بيقدر يشتغل عليها يعني انا اوكي انا بحترمه وبرافو عليه بس انا مش هجوزه اختي يعني انا
هحترمه هقول له برافو عليك وهسبورته بس مش هديله رقبتي. خليني اقول لك عن تجربه شخصيه حتى مش عن محيطين، هقول لك عن نفسي. اقرب الناس ليا والناس اللي بتشتغل معايا في المهن المهمه جدا في التعاملات الماديه في التعاملات مع الناس اغلبهم هم اكس ادكت، هم ناس مدمنين متعافين. متعافين اتعافوا معاك يعني؟ غالبا المتعافين معايا بس لاني اثق فيهم تماما، لاني عارف الناس دي شغاله ازاي ومطمن تماما لوجودهم في حياتي. مش انك بتشجعهم يعني؟ ابدا، هو طبعا في التشجيع ده في بدايه تبطيل بس بعد ما بيكمل فترات في التبطيل يعني بيعدي سنه واتنين وهو متعافي، الشخص ده بيكون شخص ناجح جدا في تواصله مع الاخرين في وعيه بنفسه، بيكون طول الوقت مستبصر ان في جوه حاجات محتاجه شغل غير الشخص العادي. بس ممكن هو دايما في حتى في الافلام وفي الحاجات دي يبقى خلاص بطل ويقوم حاطين له الكيس كده يشم البتاع يقوم راجع تاني. تمام، يبقى ضعيف. مش كل حاجه بنشوفها في الدراما حقيقيه، الدراما بتنقل لنا صوره حلوه جدا. صوره الدراما عن الادمان مش حقيقيه قوي، ولا العلاج بكوبايه اللبن ولا بالحبسه ولا بالتكتيفه ولا الرابطه ولا اي حاجه من دي خالص، ولا حتى اعراض الانسحاب شكلها كده. الحقيقه ان الشخص المتعافي وارد انه ينتكس بس الحاله واحده بس، لو بدا يسقط سلوكيات يعني في عنده حاجات بدات يغلط فيها او ياثر فيها بعد التعافي. بعد التعافي يعني الرولز اللي حطها لنفسه الرولز اللي حطها بدات تقع منه واحده ورا الثانيه، وده بيبان جدا لان سلوكياته بتقع قبل المخدرات. الادمان مش مخدر، الادمان في اساسه سلوك. انه العلاج فعلا مكلف يعني. طيب. يعني زي حتى ما قلنا تحت السيطره انه سنتر وراحوا بيعملوا سيشن، الموضوع ده محتاج تكلفه ماديه قويه. اولا هو في دلوقتي اماكن حكوميه بتوفر العلاج مجانا تماما، بتوفر العلاج خالص خالص والله. في اماكن محترمه جدا تابعه لحاجه اسمها صندوق مكافحه الادمان، يعني ده حاجه حكوميه تابعه مجلس الوزراء، حاجه محترمه جدا. أوكي. وتوفر برامج علاجيه محترمه جدا زي الاماكن البرايفت بالظبط. تمام، ففي فرصه للي عايز يبطل فيها، بس بشرط ان يكون هو عايز يبطل لانها ليها ريجوليشنز معينه، ليها محاذير معينه انه فعلا يكون هو الشخص عايز يبطل. أوكي. العلاج عباره عن ايه؟ العلاج عباره عن مرحلتين. المرحله الاولانيه مرحله ديتوكس، مرحله اعراض الانسحاب. ومرحله الاعراض الانسحاب دي كل الهدف منها تنظيف الدم من السموم مش اكتر، يعني عايز سويت والواح بقى والحقيقه خالص خالص. هي عباره عن وجع في الجسم، اعراض جسديه عاديه جدا ولكن زياده شويه عن دور البرد، يعني وجع في الظهر، وجع في المفاصل، رشح، حاجات شبه كده، انه مش عارف ينام طبعا، عنده ارق عشان مخدر بينام وهكذا. واعراض الانسحاب الجسديه دي في المتوسط بتقعد من 5 لـ10 ايام بس، غالبا ما بتزيدش عن كده. بياخد حاجه ده بيكون محتاج لعلاج دوائي مكثف، وافضل الحلول ان يكون جوه مكان، يعني يكون جوه مستشفى، ده افضل له بكتير. ده علشان ايه؟ علشان بس انظف دمي فقط. هل ده معناها ان انا كده بطلت؟ خالص لسه، دي المرحله الاولانيه. المرحله الثانيه اللي اهم بكتير هي مرحله التاهيل. طب قبل التاهيل المرحله بتاعه العلاج دي ممكن يعملها في البيت لو هو شخص بيشتغل بيعول الاسره لازم يشتغل؟ طبعا ممكن ينفع في البيت، ولكن خلينا بقى حقيقيين، يعني ان كفاءه علاج البيت اقل بشويه، اقل لانه مستعد انه يشوف مخدرات حواليه، ولان العلاج مختلف عن علاج المستشفى في الجرعات وفي انواع العلاج. اوكي، فعرضه انه ينتكس اسرع. يعني موجود الحل بس مش مفضل او بس مش افضل حل. طب اوكي، المرحله الثانيه التاهيل هو فتره بيغير فيها السلوك بتاعه، يعني بيبتدي يعالج المشكله من جذورها. وانا عشان اغير سلوك واحد عندي محتاج ل 120 يوم عشان اغير روابط مخ، عشان حاجه واحده بس تحصل، بس ده مش سلوك واحد، ده بيغير مجموعه سلوكيات فمحتاج لوقت. فاحنا بنقعده من 6 لـ9 شهور في المتوسط في السنتر ده، قد يكون داخل مكان او قد يكون بره المكان ده. وفي احيانا بيكون العلاج بيقعد مثلا 2 3 شهور وبيكون عنده مثلا ظروف دراسه او ظروف شغل فبالتالي بيكمل بره وهكذا. يعني يطمن منك انه في امل لاي كيس. الحقيقي ان كل البشر عندهم امل، كلنا عندنا امل، مفيش مشكله في الحياه ملهاش حل. مفيش مشكله طبعا اي مشكله ليها حل بشرط حاجه واحده بس، ان احنا نقرر نحلها. احنا قررنا نحلها، بس هنحاول بقى ازاي نوصل الموضوع بعد الصوره كده اللي شفناها واضحه من معاك، ازاي نوصل للمدمن ده ونحاول ان احنا نقنعه انه يبطل ونوصله للحافز ده، بعد كده يدخل بقى المراحل العلاجيه اللي معاك. المفروض ان هو يرجع ان شاء الله احسن من الاول طبعا. وبنرحب جدا جدا باي تساؤلات في القصه دي، يعني اي حد عنده اي افكار في ده او حاجه مش فاهمها نرحب جدا احنا نجاوب عليه. نرحب جدا نجاوب على اي استفسارات اي تساؤلات مع دكتور مصطفى. استنونا الحلقه الجايه. شكرا جزيلا. ربنا يخليك.